المركز اللي عندنا فيه مشكله. الباك رايت. الباك رايت. يعني تتوقع محسن رمضان ومهاب سعيد هم مستقبل. تمام. بس انت شايف ايه اللي بينقصهم مثلا؟ اتكلم على محسن رمضان الاول. محسن رمضان ينقصه الوعي التكتيكي، يعني تحس محسن رمضان ما عندوش انه يبقى ملم بكل حيثيات اللعب وكل التفاصيل بتاعت اللعب الصغيره، هو مش ملم بيها لحد دلوقتي. هو شويت بالظبط بس، ودي ما بقاش موجود في لعيب الهاندبول، او مش ده اللي بيتمناه اي مدرب دلوقتي في الوقت الحالي في الهاندبول اللي احنا بنلعبه ده. تأكيد فاهم أكتر مني مليون مرة، بس معرفش، أنا بحس إنه فعلا مع المدرسة الحديثة الشويت ليه وقته، بس تمام. ما تقدرش تلعب بيه مباراة كاملة. أكيد. بص، ما هو مفيش لعيب ده تقدر يلعب مباراة كاملة، مفيش، أو ما تلعبش بيه فترة طويلة. يعني أنت هو لو هو شويت بس، يعني هو لو أصلا هو في طريقة دول. دفاع معينة هتستلزم إن هو ينزل يكون حل، فهيبقى حل. تمام. بس إن أنا اعتمد عليه بشكل كبير، ده من رؤيتنا ليه، ده هيبقى صعب. بس ممكن يفاجئنا في البطوله، مظبوط، ممكن كلهم يفاجئونا في البطوله. مظبوط مظبوط صحيح. مظبوط. لكن هو دي انا شايف محسن رمضان بينقصه تفاصيل وقرارات مهمه جدا للعيب، هي تنقصه دي، ممكن يكتسبها مع الوقت والخبرات. وهاب سعيد لعيب هايل، مشكلته بس طبعا صغر سنه، بس دي اكيد مش مشكله، دي ميزه عنده دلوقتي، وميزه لمنتخب مصر، وميزه لفرقته، ان هو طبعا لعيب صغير واعد جدا. بس طبعا انه يعني مهاب سعيد كان يبقى محتاج انه يبقى مع احمد الاحمر، مع يحيى خالد، يعني يبقى رقم اتنين للعيب تقيل هيكتسب منه، ده رقم واحد، يستلم منه الخبرات ورقم اتنين واحده مش واحده، هيترمي اللي هو انا عايزك حاطه في تشيل موقف صعب. بالظبط كده. لا، انا عندي يحيى خالد هو اللي شايل، وانت هتنزل تسند، دي نفسها هتديله ارتياحيه واطمئنان، فهينزل يطلع احسن حاجه عنده. بالنسبه لنفس الكلام برضه، لو كان معاه احمد الاحمر كان ينزل ياخد منه بعض الوقت، كان هتبقى الموضوع احسن لمهاب سعيد. لكن هو لعيب طبعا انا مش شايفه ينقصه اي حاجه، بالعكس صحيح. هو لعيب هايل 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 يعني، ما شاء صحيح. الله هي عليه يعني. بالظبط زي ما حضرتك بتقول يا كابتن ايهاب، ان هي قصه بس انه التدرج الطبيعي اللي بالظبط، كلنا هو هياخد صدمه بس، عنده التدرج، صدمه. وممكن الموضوع يتفادى بعد اول مظبوط مباراه عادي. بس مظبوط هو يعني حتى مظبوط. اول مباراه كرواتيا، ولكن ممكن برضه تكون ضربه بس بدايه خلينا ومولد برضو نقول نجم ان ليه، ما حدش عارف. مهاب سعيد مش جديد على المنتخب، مهاب سعيد بقاله لا لا فتره مش جديد طويله ولعب بطوله بالظبط. افريقيا ولعب معاهم بحر المتوسط، وواخد الثقه وبيلعب في النادي صحيح، بتاعه وبيلعب في النادي بالظبط. بصفه اساسيه. فالراجل لا خلاص، هو يعني حتى الرهبه دي، بس هي رهبه كاس العالم، انا بتكلم رهبه كاس العالم، لكن طبعا رهبته من فرقته، او رهبته انه بيلعب جنب يحيى الدرع او ابراهيم المصري لا، هو ولا اوريدي علي زين ولا عايش الاجواء دي. خلاص، هو عايش الناس دي بقى اصحابه، والناس دي دخل في وسطيها بقى له تمام. فتره، فما عندوش مشكله. هي مشكله بس في كاس العالم، رهبه كاس العالم. هو لسه ما لعبش حتى كاس عالم الشباب بتاعه، يعني هو لعب كاس عالم، عشان هو ما شاء الله عليه برده مميز من هو صغير، هو لعب كاس عالم مع كابتن مجدي ابو المجد في بتاع الاكبر منه. المنتخب ال 2000 بالظبط كده، ولسه ما لعبش حتى كاس عالم الشباب بتاع سنه بقى نفسه، ولسه هيلعبه في شهر 6 الجاي باذن الله. شهر 6 الجاي. ولكن يعني كاس العالم ده هيكسبه خبرات كبيره اكيد جدا اكيد، جدا، وهيفيد فاكيد منتخبه هتفيده طبعا، اكيد منتخبه اكيد لما ينزل اكيد يلعب مع اكيد. منتخبه، اكيد هتفيده. وخلاص يعني هي بتبقى، انا دايما بقول النجم والموهبه بيبقى باين من صغره، اكيد مهما كان صغر اكيد السن، ومهما اكيد كانت المسؤوليه كبيره، ومهما كان. ولكن كلنا شفنا مثلا دودو في كاس مظبوط العالم اللي فات كان مظبوط قده تقريبا في السن، مظبوط. ومع ذلك دودو ما شاء الله نزل وتالق في كاس العالم ده، وعمل مستويات ولا اروع، وكان واحد من الركائز الاساسيه اللي المدير الفني بيعتمد عليه، وهو كان لسه ده اول ظهور ليه بشكل واضح او بشكل كبير في الملعب. فهو النجم والموهبه بتفرض نفسها، وشخصيه النجم يا كابتن هو بيبقى شخصية، يعني أكيد هو مش بس بيبقى موهوب، هو بيبقى شخصية، لازم فبينزل تحت أي صعوبات بيقدر إنه يفرض موهبته. بالتأكيد فوارد إنه في أول مباراة تكون دي ضربة البداية بالنسبة له، ويقدر إنه هو إن شاء يتألق. الله زي إن شاء مثلا الله. كنا، طبعا هو التشبيه بالدوري المحلي أكيد مش زي كأس العالم، ولكن لسه كان معايا فولي الحلقة اللي فاتت، عمر ولسه كان قبل ماتش الاهلي بيومين يا كابتن، والله زي ما بقول لك كده، كان المفروض مباراه الاهلي يوم الاثنين، وكانت فرصنا فيها كالعاده معظم المباريات بنبقى داخلين مظبوط فيها مش متوقعين ظروف او اصابات او غيابات، فبتبقى اتوقع ان الكفه ارجح للاهلي شويه. ولكن انا قبل الحلقه بيومين كان عندي حلقه يوم السبت، وقلت انا متوقعه مولد نجم في المباراه دي، ومتوقعه انه هيكون مش شباب، ومتوقعه انه هيكون فولي.
مظبوط، ده قبليها بيومين، وده كان من ما شاء الله مستواه، كان ماثيو بيدخله بواحده واحده، ده اللي بنتكلم فيه، انك بتدخل لعيب واحده واحده في اجواء المباريات، فكان حل يعني، عمل كورتين في المباراه. اكيد توقيت النزفي كان صعب بالظبط، توقيت نزوله وعمل كورتين في المباراه، قدروا ان هم يعني يغيروا نتيجه المباراه مع الاحمر، وقتها تقريبا ثلاث كور هم اللي غيروا نتيجه المباراه. هو ده اللي انا بتكلم فيه، عشان هو شخصيه طبعا، مش بس موهوب، هو شخصيه طبعا. وجريء، لازم لازم ما نزلش بقى خايف ورجليه لفت على بعضها ومش عارفه ايه. مفيش تغيير لعيب لعيب من اللي طلعوا دلوقتي او اللي موجودين او اللي انت تعرفيهم ومسمعين مع الناس كلها، لا شخصيته ضعيفه ولا بيخاف ولا بيرهب، لازم. بس في لعيب يبقى موهوب يا كابتن بس ما يقدرش يلعب تحت ضغط، تلاقيه ينزل في مباريات كده عمره ده ما هيكون عمره ما هيكون انت لسه حضرتك فاكراه. اه صحيح، يعني ما ينفعش لعيب باللي انت بتقولي عليه ده هتكوني لسه فاكراه دلوقتي. صحيح، بس صح، يعني دلوقتي فاكره مين؟ قولي اي اسم. اه هيبقى لازم هيكون شخصيه وهيكون طبعا جريء وهيكون ما خافش وما بيرهبش حد ودخل وخبط ورزع، لازم.